السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كاين الوداد البيضاوي اللي دربوا شيخ المدربين تاعنا رابح سعدان، كنا يعني نسيبورتيو كي كان مدرب تاعو. الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي، الرجاء والوداد زوز مع بعضهم كيف كيف. الرجاء البيضاوي نورمالمون الرجاء. الرجاء باسكو مينين لي الجزائريين. الوداد على الجمهور اللي عنده، الجمهور اللي عنده الحق كيما تنجم تقول اون ديري جمهور جزائري يديروا الحراره في الملعب، يعرفوا يحبوا الكره، ينتميوا للكره، عندهم اسبري سبورتيف. احنا لهنا يعني في الجزائر بوكو بلوس نشوفوا الوداد. هو الوداد البيضاوي، الوداد البيضاوي هو اللي عنده شعبيه كبيره وعنده لاعبين ممتازين، وتحصل كما مره على شامبيون افريك. الرجاء، الرجاء البيضاوي كما يقول. كاين الرجاء وكاين الاخر وش اسمه ثاني، الفار واقيلا ثاني مليح. كاين ياسر عندهم دي كلاب ملاح لاباس بهم، حصل لهم هذوما الكلاب اللي نشوفهم ديما في الشامبيونز ليغ افريكان، هما اللي ديما يروفيان ليزيكيب هذوما. كاين زوج فرق، كاين الرجاء البيضاوي وكاين الوداد البيضاوي والرجاء تبع الرجاء شويه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.